هي الدورة الـ15 يعني له تاريخ مع رجال المصري القومي المصري، وأن يتم التكريم في دار الأوبرا المصرية الغالية علينا، فهذا التكريم يعني ليه جزء من الثقافة وجزء من الحراك الثقافي في مصر. أكثر من 50 سنة مسرح من تاريخ محمد صبحي في المسرح يشهد به القاسم والتاني. ايه الجديد اللي ممكن يقدمه محمد صبحي للاجيال القادمه بما اننا دلوقتي في مهرجان القومي للمسرح وان اغلبه موجود منه اصول الثقافه الجماهيريه مسرح الجامعه؟ الشباب محتاجين من حضرتك الدعم بشكل ما، ايه الدعم اللي ممكن تقدمه؟ الحقيقه انا بقدم ده بقالي 50 سنة، ان انا بعمل في الاستوديو المصري بيتقدم لها 1000 و1500 و2000 من كل المحافظات، وبيختار منهم مجموعة علشان تاخد كورس تتدرب وتدرس مجانا بلا مقابل بشرط ان يمتلك الموهبة. بس انا بقول ان ده عناء بالنسبة للمحافظات انها تيجي القاهرة او مواظب على الدراسة، ولكن احنا محتاجين ان هذه البؤر الثقافية هي اللي تصنع الحراك الثقافي في 27 محافظة، كل محافظة بقى فيها أكثر من تجمع. النهاردة احنا بنتكلم، ما نقدرش نتكلم على الثقافة لوحدها، احنا بنتكلم على 3 محاور لبناء الإنسان اللي هي التعليم والثقافة والفن، يعني بما داخلها الفن. نمرة 3 الإعلام. المفروض الـ3 روافد دول هم اللي بيشكلوا وجدان الطفل اللي عنده 6 سنين اللي نهتم بيه، هو جزء من التنمية المستدامة. والأهم عنصر في التنمية المستدامة ان الطفل 6 سنين ده بعد 20 سنة يستطيع ان يقود أمه قدوة. تكريمك في مهرجان المنصورة الأول لسه موجود من فترة قريبة، شايف ان المحافظات محتاجة يكون فيها مهرجانات مسرح تدعم المسرح بتاع المحافظات والأقاليم؟ ممكن توصل طبعا. هو الاساس زي ما انا قلت هناك في التكريم في المنصورة ان رجال الاعمال في كل محافظة بلاش، يعني مش شرط يوجهوا فلوسهم للكورة او للرياضة بس، لا، لو في رجال اعمال 20-30 رجل اعمال في كل محافظة يستطيعون يبنوا عشرات المسارح وكمان يكسبوا. انا من الناس اللي كنت بلاقي مشكلة دلوقتي انية، كنت في بداياتي كنت كل مسرحية افتحها اشتغلها مثلا 3 سنين 4 سنين لازم الف محافظات مصر، يعني كان في مسارح، في محافظات اندثر منها المسارح، وفي محافظات بقى فيها مسارح على اعلى مستوى زي مثلا في دمنهور في الاسماعيليه في بورسعيد، يعني اسمع ان في محافظات بقى فيها مسارح، بس ما تقدرش تتحرك في محافظتين ثلاثه. انت محتاج ان بدل ما تنقل الجمهور من المنصوره تنقله من الزقازيق او تنقله من البحيره او تنقله من الصعيد، لا، لما يبقى في مسرح مجهز في المحافظات دي هيبقى سهل على الفرق حتى المسرحيه في القاهره انها تعمل التورني او الجوله. اللي ينقص السينما بعد 31 سنة حتى رجع تاني بالمعدل الصفر، فيلم هيرودي مختلف فين عن تفاصيلها فيه أبطال لا مفيش دلوقتي نقدر نتكلم على أبطال، إنما هو الفيلم بيعد بيتحضر بقاله دلوقتي 20 سنة، وأنا بقول إن هو ده الفيلم اللي رجعني إن أنا أقدر أشتغل سينما تاني، لأنه بيتكلم عن حدث جلل ممكن يحصل في العالم ومحدش بيتكلم عنه. الفيلم هو طبيعته طبعا الكوميديا أساس، ولكن الغصة كمان من اللي هيحصل مؤلمة. مسرحية نجوم الدار لما تعرضت في العيد عملت ضجة كبيرة قوي، ما كناش يعني ناس كتير ما توقعتهاش عشان بقالهم كتير مش بيحضروا مسرحيات. شايف ده ازاي وشايف ايه اللي ممكن يقدمه تاني بقى بعد العرض ده؟ يعني نجوم الدور زي اي مسرحية احنا اضطرت تتذاع في التلفزيون بعد فترة عرضها، هي اتعرض سنة وشوية وكانت ارش كومبلي من اول يوم، والحقيقة نجحت نجاح ورد فعله كان قوي جدا في التلفزيون، كان رد فعل اكبر علشان عدد الجمهور اللي بيشاهد كبير جدا. احنا عندنا خطة، يعني لسه عندنا المسرحية القادمة اللي هي عيلة عمل لها بلوك، وبعديها مسرحية عندما يحكم الاطفال العالم، وبعدين مسرحية ملك سيام اللي هي كانت المفروض في مهرجان المسرح الجماعي الاولاني اللي هو سنة 2000 اتأجلت لغاية دلوقتي، هتقدم برضه السنة.